بناء على شكوى من احد الجيران لمسرح دوار الشمس، يبدو في مولد تبعنا كان عم يعمل دخنة او شيء، فتقدم بشكوى محافظ بيروت، كشفوا عنا وبعثوا لنا دفتر شروط كثير قاسي لنا لنقدر نعمله، بكلفنا حوالي 10,000 دولار، فلاتر ومميزات ومطاط والقصص، يعني شغلات كبيره نحن بالمسرح غير قادرين عليها وما بنقدر ندفعها، يعني بنسكر المسرح وما عندنا هالمبلغ. جربنا نعمل حل وسط بانه جبنا فلتر وطني ركبناه، قلنا منخفف الضرر قد ما بنقدر، ورجعوا اجوا كشفوا مرة تانية من قبل بلدية بيروت، كمان اكتشفوا انه لا، فاجوا مبارح واقفلوا المولد بالشمع الاحمر ورفعنا الصوت، يعني هل من ناصر ينصر على المسرح. فبعد اللي صار وزير السعافي عرف بالموضوع، وخاصة انه احنا منقدم المسرح للجامعة اللبنانية اسم المسرح، طلب اجتماع ورحت انا ونقيب الممثلين شرحنا الوضع. وزير السعافي تعهد لنا انه خلال ساعات سيتم رفع الشمع الأحمر عن مولدات المسرح ويعود العمل كما كان.